مع بعضنا في تقرير أيمن معتوق. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن. من اللي تسلم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي مهام وأدى القسم الدستوري في 13 ديسمبر 2011 وأصبح أول رئيس لتونس بعد الثورة، انطلقت موجة الانتقادات للأخطاء اللي اقترفها، وأولها موقف المخيب من تسليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية من قبل حكومة حماد جبالي دون علمه، وما رافقها من اتهامه بالرئيس الفاقد للصلاحيات ومحاولة تهدئته بصفقة سياسية كان ضحيتها محافظ البنك المركزي اللي مثلت إقالته بمثابة الترضية بالنسبة للمنصف المرزوقي وامتصاص الغضب بتاعه من قبل حكومة حماد جبالي. ومن بين القرارات الأخرى اللي اتخذها المرزوقي وأحدثت موجة واسعة من الانتقادات هي موقفه في فبراير 2012 من القضية السورية واتخاذ القرار طرد السفير السوري من تونس رغم أنه مش موجود من أصله، الشيء اللي أغضب كل من الجالية السورية في تونس والتونسيين في سوريا اللي ما قرا لهمش حساب وحطهم في مأزق خطير. المنصف المرزوقي سلوكه متناقض مع تصريحاته في خصوص قضايا السلفية ورابطات حماية الثورة، مرة يعلن رفضه لوجود رابطات حماية الثورة، يطلب من الدولة مراقبة التزاماتها هذه بقوانينها المؤسسة وحلها قانونيا إذا تأكد أنها ميليشيات مخفية، حيث لا مصلحة لأحد في تواصل ظاهرة قد تصبح جزءا من المشكل لا جزءا من الحل. ومن بعدها يستقبلهم في قصر قرطاج بتصريحات اللي تخص الشأن الداخلي للبلاد. المنصف المرزوقي صنع الروح معارضين من خلال وصف المعارضة بالعلمانيين المتطرفين وأنهم باش يتعرضوا للعقاب الشديد إذا انقلبوا على الشرعية. يتصور هؤلاء العلمانيين المتطرفين مثلا أنهم أخذوا السلطة بأي وسيلة كانت، مثلا بانقلاب أو بمظاهرة مش عارف، وأنا ذاك أنا أخشى ما أخشى أنه أنا ذاك سيواجهون المقاصم والمشانة. ومن جهة أخرى أصنع الروح معارضين من الإسلاميين بعد موصفهم بالجراثيم. هذه أرض بطبيعتها الإسلامية المعتدلة السنية المالكية بكل ما أنجبت من فطاح الفكر الإسلامي المتنوع لن تسمح أبدا لهذه الجراثيم صح التعبير بأن تنبت. المنصف المرزوقي ما عجبتوش وصف رئيس فاقد للصلاحيات إلى أن أصبح يفتك في صلاحيات رئيس الحكومة ويتجاوز بذلك قانون تنظيم السلطات العمومية، وقام بعديد النشاطات اللي من المفروض يقوم بها رئيس الحكومة مش رئيس الجمهورية، وأبرزها إعلان الهدنة السياسية واجتماعية لمدة 6 أشهر في ديسمبر 2011 ودعوته لإصلاح نظام الأمن واهتمامه الخاص بملف الشهداء والجرحى واستقبال رؤساء الأحزاب والمنظمات والمجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى لقوات الجيش وإقالة المحافظ البنك المركزي بما يخالف ما ينص عليه الدستور الصغير. وبخصوص العفو والتشريع العام، المنصف المرزوقي أحدث جدل كبير بالعفو على المساجين في كل مناسبة وما رافقها من خروج عدد كبير من المتشددين، الشيء اللي اعتبره البعض يدخل ضمن نوع من الحملات السياسية. وفي المدة الأخيرة المنصف المرزوقي يعود مرة أخرى لتجاوز صلاحياته والتعدي على السلطة القضائية من خلال استعماله للأرشيف الوطني وإصدار الكتاب الأسود، الشيء اللي أحدث ضجة وانتقادات كبيرة في الوسط الإعلامي والحقوقي وجل الرأي العام، خاصة أنه تزامن مع أجواء يسودها الاحتقان والتوتر اللي تعيشه البلاد. أما في السياسة الخارجية فأنه المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية أحدث عديد الأزمات مع دول شقيقة وصديقة من خلال تدخله في الملف المصري ومطالبته في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإطلاق سراح الرئيس المصري محمد مرسي والمساجين السياسيين، الشيء اللي اعتبرته الدبلوماسية المصرية تحدي للشعب المصري وتدخل في شؤونهم. أريد أن أتوجه للسلطات القائمة في مصر، أطلبها أن تطلق سراح الرئيس محمد مرسي وكل المساجين السياسيين. مواقفه هذه ما أحدثتش أزمة مع مصر كهو، الإمارات زادة ما عجبهاش كلام المرزوقي وتدخله في الشأن المصري وقامت باستدعاء سفيرها بتونس للتشاور بخصوص العلاقات المستقبلية بين البلدين. أما فيما يخص الملف السوري فإنه للرئيس محمد المنصف المرزوقي تدخلات كادت تحدث أزمة حتى مع روسيا بعد ما طالب منها قبول لجوء بشار الأسد، الشيء اللي أغضب الدبلوماسية الروسية من تدخل المرزوقي والحديث باسمهم. نصح مصدر رفيع المستوى في الكرملين الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بعدم التحدث بلسان روسيا فيما يتعلق بتأمين مكان للجوء الرئيس السوري بشار الأسد. تصريحات رئيس الجمهورية في وسائل الإعلام الأجنبية جعلت تونس محل نقد وانتقاد ووترت علاقتها بالبلدان اللي زورها، وفي تصريحه لجريدة لوموند الفرنسية المرزوقي ينتقد الفرنسيين، الشيء اللي أغضب وزراء فرنسا. ثم في ليبيا ينتقد تعامل الجزائريين مع الإسلاميين، الشيء اللي كلفنا أزمة أخرى مع الجزائر. وفي المغرب ينتقد النظام الملكي مما تسبب في استياء سفير المغرب، كما انتقد الحصار الأمريكي على كوبا ومرافقه من غضب على تصريحاته في الولايات المتحدة، هذا دون التطرق لزلات اللسان خلال انتقاده للحكومة السويسرية في جنيف وانتقاده للتدخل الفرنسي ضد الإرهابيين في مالي خلال زيارته لقطر.
المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية بعد عامين من تولي مهامه، تعدي على الصلاحيات، تناقض في التصريحات، زلات لسان وأزمات دبلوماسية مع عدة دول عربية وأجنبية.